شكرا جزيلا لك زميلي الأخ بريش. مئتين بالنسبة لزين الدين زيدان في على كرسي احتياط الريال وما وضيعتها يا بنزيما. والتسديدة من كروس وجول، التسديدة من كروس وجول، هدف مباغت وضيع توني كروس يباغت الحارس ديمتروفيتش الحارس السربي ويسجل هدفه الرابع هذا الموسم في الدقيقة الرابعة من انطلاقة الشوط الأول من عمر هذه المباراة. الريال لعب عليها شيلي وزعها كرة خطيرة، محاولة المرور وراموس بسرعة من جانب لاعبي ايفار، هاي كرة صعبة محاولة التوغل وضربة مرمى دي ستيفانو فالوسط ايضا هازارد يستفيد من خطأ هازارد اللي قلت يحاول يمرضي بلاصيص راح والكرة خطيرة والتغطية الدفاعية من هنالك. مباراة وتخبي علينا وتخبي على أخطائنا وعلى هفواتنا وسبوسيتو يواصل يدخل كرة خطيرة أو عن طريق اللاعب أوريونا، ولو أنه أحيانا يلعبوا بمهاجمين في الخط الأمامي يبحث عن مدافع كوريا. كرة صعبة التسديدة بين أخطائنا رجع للخلف قلب دفاعه ليفيرا مباشرة. هذه مباراة ودية اللاعبين عارفين هاي كرة صعبة لصالح عناصر أيبار وخطأ يقول الحكم، ولكن عندما لا تحضر جماهير اكيد اللاعبين يحطوا في اذهانهم لما يكونوا يلعبوا مباريات. والكره ضربت مرمى، الحكم كان قريب جدا من الكره. يا لها من جرأة من جانب لاعبي فريق ايبار. نعم عندما يواجهون الريال والبارسا والاتلتيكو يلعبون مباريات دخل رودريجو كريم مازال كريم والكره ضاعت لم تصل كيفا. هاي كرة صعبة ايضا هازارد ولكنها راحت. اوريانا يدخل الشيلي اوريانا وتروح في التماس يتيب بعد عن بعضهم البعض. هاي التوزيعة وهو رافائيل فاران تستمر رودريجو عرضية بعيدة تماما في اتجاه سواريش راحت الفنان الكرواتي. طبعا هذا بدون هنالك التغطية الدفاعية من اوليفيرا هو يدخل اوليفيرا رودريجو زوج لاعبين خير رودريجو وترش كرة في العمق والتغطية من لوكا مودريتش. لوكا مودريتش يسحب بها فريق ايبار كاد يمر من هنالك ايضا هازارد على الجهة اليسرى عن طريق اللاعب سوارش كرته لم تمر الحريري وسط دي كارفاخال يلعبها مع رودريجو. هاي المراوغة من رودريجو وفي خطا ارتكبه رفا سوارش البرتغالي على رودريجو. ايدن هازارد مارسيلو ايدن هازارد وكادت تمر هذه الكرة المراوغة مودريتش وبنزيما والكرة بتاع لمارسيلو والكرة البعيدة خطيرة بين أخطار الحارس كم غير مناسب وغير ملائم مع طول ووزن أي واحد منا. طبعا ما زال ينتظر المساندة وينو كارفاخال كريم لم يمر الكرة يلعبها مع رودريجو رجعت لكريم حاول يمر بنزيما لم يمر ورد رقب لبلاسيس يلحق عليه سواريش الكرة البعيدة راموس في التغطية لبلاسيس هاي كرة صعبة لصالح ايبار وريانا طبعا هازارد وصلت وهازارد وجول با 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 راموس هو الذي قاد الهجمة هو الذي قطع طريق الكرة وهو الذي كان أمام المرمى الفارغ يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 30 من عمر الشوط ثاني هدف الريال بست أهداف هذا الملتحي هذا الشيخ راموس يسجل الهدف الثاني. أعطونا اللقطة منذ بدايتها كيف اقطع الطريق وانطلق ورودريجو كاد يلحق ومارسيلو جول ثلاثة صفر للريال. هازارد ومارسيلو يستلم ويسجل. جول لمارسيلو بوم في الزاوية اليسرى من هنالك وجول بروعة مارسيلو استلمها وبروعة سددها وبروعة سجلها. ريال مدريد يا سلام من هذه الزاوية كم هي حلوة
3-0 لريال مدريد. لا يرحم الريال أمام إيبار، وبداية قوية تخوف البقية. نستمتع بدوري لا ليغا في المستوى في نهاية هذا الموسم، راح نشوف 10 مباريات نهائية يلعبها الريال و10 مباريات نهائية يلعبها فريق برشلونة، بالإضافة إلى النهائي الكبير في دوري بالنسبة لريال مدريد أمام المان سيتي، من دون أن ننسى مواجهة برشلونة أمام نادي نابولي في عودة دوري أبطال أوروبا. آه يا مندي ريبارا، 38 دقيقة لعب، 3 محاولة التوزيع والهدف الأول، 1-0 عن طريق أرطغرل بداية، 1-0 البلاوغرانا الكتالوني يسجل من أول 60 ثانية في ماتش الريال مايوركا الجريح الغريق. البارسا يؤكد أن مرحلة ما بعد كورونا هي ذاتها كما كان، هذا ممكن في سيناريو سيكون مفتوح للبارسا، وكرة بذكريات جول، يمشي بالكرة كوبو، جول، برافو يا كوبو، كورة من كوبو، ولكن ما كاينش في مكتوبه ان يسجل هدف التعادل، كرة ممتازة، عيبها ان امكانية الهدف الثاني، ولكن كرة طويلة بعيدة، ترجع طريق جوردي، ترجع الكرة بالراس، حطها مرة أخرى، برشلونة خطيرة، والهدف الثاني، والهدف الثاني، الهدف الثاني لبرشلونة، الهدف الثاني لنادي برشلونة. إذن 2-0 للكتالوني كما توقعت، هدف البارسا سيكون أقرب، لم يسجله ميسي على الأرجح، ولكن البارسا نصف الإجابة على رأي، وهنا فرصة للهدف الثالث، كرة خطيرة، ممكن الهدف الثالث، الهدف الثالث، الهدف الثالث من برشلونة، الهدف الثالث للكتالوني البلاوغرانا بشباك الحارس مارو رينا، الكرة أجوان والكرة رجاعة، هنا فرصة الهدف الثالث والهدف الثالث لنادي برشلونة، فارق رجاعة واضح جدا يا جماعة. مايوركا قدمت مباراة كبيرة أخيرة وخاسر 3 ممكن 4 خمس، يلعب الكولونيل، يلعب شركنة 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 شركنة، شكرا يا حكم، شكرا يا حكم، أكدت ما قلته من أول الماتش، ميسي سيسجل، وهذا الهدف سيحرمك من البيست بلاير يا جوردي، لأنه أنت سجلت هدف وميسي سجل هدف، أنت أعطيت أسيست وميسي أعطى 2، والبول جاليونيرين جول، كي جول آخر أرجنتينو، 20 هدف لميسي، 20 هدف لميسي، بابعد